أسعدتم مساء مشاهدي ومتابعي برنامج استراحة الظهيرة وحلقة جديدة ويوم جديد ونهار سعيد نتمنى لكم أكيد بمرافقتنا على مدار ساعة من الوقت. راح تكون عندنا عدة محاور ومواضيع مهمة نتناقشها حتى نقدر نقدم لكم أي معلومة ممكن تستفادون منها بحياتكم. إذن إحنا أكيد دائما نتكلم أنه عندنا أمور أساسية لازم نتحدث عنها، وأيضا عندنا محور أساسي ضروري نتحدث عنه وهو أكيد حديث الظهيرة. حديث الظهيرة لليوم راح يكون عن انتقال الأمراض من الحيوانات إلى الإنسان، كيف ممكن هذه الأمور إحنا نتفاداها وكيف إحنا ممكن نعالجها وما نخلي إنه ممكن إحنا نوصل لهذه المرحلة، وكيف ممكن يكون الإنسان مسؤول عن هذه الأمراض اللي تحدث له. وبنفس الوقت أيضا الدكاترة البيطرية أكيد هم الأطباء البيطريين اليوم هم يهتمون بهذا الموضوع بالإرشادات اللازمة وأيضا بالمعلومات المهمة اللي مفروض إنه كل شخص اليوم هو حاب يعني يكون عنده كائنات داخل بيته لازم يهتم بالمعلومات فيما يخص أيضا حتى الترويض وأيضا الصحة. هاي تفاصيل كلها لازم اليوم نهتم بها عندما أنا أختار أنه يوم تكون عندي كائنات حية داخل البيت، لازم أعرف أني كيف ممكن أعتني بها، كيف ممكن أيضا أروضها وأدربها على أنه هي تكون بحالة صحية وجيدة وغير مؤذية لا لأطراف العائلة ولا حتى تكون مؤذية لنفسها. إذن مشاهدينا راح ننتقل حاليا إلى فاصل غنائي وبعدها رحب بضيفنا. إذن مشاهدينا هذه عودة أكيد بعد ما سمعنا هذا الفاصل الغنائي الممتع جدا. أكيد دموع اليوم النجمة دموع ما حد يختلف على صوتها الجميل والبحة المختلفة والجميلة وأيضا اختيارها للأغاني، يمكن هي مقلة بالأغاني لكن اليوم حتى لو كان النجم هو مقل بإصدار للأغاني لكن الأغنية اللي هي تترك أثر وأيضا اللي ممكن النجم يكون تعبان عليها بتفاصيل مهمة حتى تبقى موجودة وأيضا راسخة. إذا مشاهدينا اليوم ممكن تحدثنا عن بداية الحلقة تحدثنا عن الاهتمام بالحيوان وأيضا التفادي من الأمراض اللي ممكن ينقلها جلكم الله الحيوان للإنسان. إذا حتى نتحدث أكثر بهذه التفاصيل وأكيد أكو هواية معلومات إحنا لازم كل عائلة عراقية سواء اليوم هي ممكن تربي الحيوان أو حتى ما تكون هي تربي لكن اليوم حتى تتفادى الجيران الأقارب ممكن هم يعتمدون اليوم تربية الحيوان. إذن مشاهدينا راح نرحب بضيفنا دكتور سعود الكبيسي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، نورتنا وكل الهلا. الله يسلمك ونورك. اليوم تعرف عندنا هواية أسئلة لك صح؟ إن شاء الله. إن شاء الله. بداية اليوم الحيوان عندما يمرض السبب الأكبر يكون هو من الإهمال، يعني من إهمال المدرب أو المربي. أي أكو هواي أسباب تخلي الحيوان يتمرض يعني خاصة هالفترة بسبب تغيرات الجوية، بسبب قلة وعي المربي نفسه أنه يهمل لقاحاته، يهمل مواعيد اللقاء جرع الديدان، يهمل البيئة المناسبة اللي يعيش بها هذا الحيوان. يعني كان يكون المربي يعني ما عنده علم بالبيئة المناسبة اللي مثلا كلب الهايسكي يحتاجها أو قطة الشيرازي يحتاجها. نعم مثلا. طيب ما هي الأمراض اليوم الخطيرة والغير خطيرة اللي ممكن تصيب الإنسان أو عدوى تكون من الحيوان؟ شوف احنا اي مرض ينتقل من الحيوان الى الانسان او العكس نسميه احنا زونوتيك ديزيز اللي هو الامراض المشتركه. بالنسبه للكلاب والقطط اخطر الامراض المشتركه اللي تنقل من الانسان للحيوان هي الفطريات والريبيز. ويعني الفطريات تكمن خطورتها امراض جلديه
ممكن تصيب اي منطقه من جلد من جلد الانسان. والريبيز اللي هو داء السعار اللي هو داء الكلب اللي ينتشر اصلا يعني اللي مميت اصلا هو مميت يعني نعم مميت بالنسبه للانسان. طيب الامراض اللي تعالج ليست بالخطيره؟ ماكو مرض ما يعالج يعني الفطريات تعالج والداء الكلب هم انا كل لقاحات لها خاصه نقدر نتفادى يعني نحمي الحيوان ونحمي نفسنا من هذا المرض. الفطريات نحاول البيئه المناسبه تكون نظيفه للحيوان لان الفطريات تكثر بالاماكن المظلمه والرطبه اللي تكون بالبيوت. طيب دائما قبل لا نتحدث بالغذاء ايضا اذا اريد نتكلم عن داء القطط. داء القطط هو يعني التوكسوبلازموسيس اللي هو ينتقل من القطط الى للانسان سواء تحديدا النساء يمكن هو للذكر وللانثى بس الانثى يصير يعني الذكر يكون حامل للمرض فقط وينقله بس الانثى اكثر شيء اللي هو سبب اكياس مائيه وسبب اكثر شيء اجهاضات اذا بالفتره الحمل الاولى يعني خلينا نقول اول 3 اشهر 4 اشهر تنصاب بالانثى يسبب لها اجهاض اي ما اذا انصابت بالفترات الاخيره من الحمل يسبب تشوهات خلقيه. اوف إيه؟ يعني حذاري من المراه الحامل اليوم انه ممكن بالضبط يعني احنا خلينا يعني نقول المراه الحامل تحاول قدر الامكان ما تتعامل ويا فضلات القطط اللي يكون باللتر بوكس او الاكل او القطه بشكل عام شعرها لعابها بالاضافه انه تتاكد يعني احنا ساعدنا بالعيادات موجود التحاليل الخاصه بهذا المرض يعني قبل لا تقتني قطه تحاول تسوي التحليل هذا على مود تعرف انه هل الحيوان حامل لهذا المرض او لا. نعم طيب اليوم الغذاء ايضا ايش قد مسؤوليه الغذاء اليوم حتى يحافظ على صحه الحيوان؟ وما ادراك ما المربي 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 يراد لك حوار كان بس على الغذاء بالضبط على الغذاء لانه المربي اغلبهم ما يعرف انه الغذاء يمكن يسبب امراض يعني حتى الغذاء احنا بالنسبه للقطه والكلب اكو غذاءات اغذيه خاصه اللي هي الاعلاف الموجوده بالسوق بس الاعلاف شويه غاليه مو اي مربي يقدر يتحمل مسؤوليتها فيبدي يعطي اي شيء من اكل البيت زين اي شيء من اكل البيت احنا ممنوع يعني البهارات المطيبات الاملاح السكريات كلها ممنوعه بالنسبه للقطه او الكلب احنا نحاول قدر الامكان حتى اذا نريد ننطي اكل من البيت ننطيه سلق صدر الدجاج بوتيتا سلق جزر سلق شجر على مود شويه نعوض عن احسن مما ننطي مثلا العفو اكل حاوي على الاملاح والسكريات يسوي لنا مشاكل اخرى بالاضافه للاعلاف الاعلاف مو ما يصير اني اجي مثلا اعلاف اسمه مثلا خلينا نقول مثلا مولي ما يصير اني احول على غير علف مباشره لان هم تسبب لنا مشاكل يعني هم تسبب لنا تسوي لنا ديزنتري وما ديزنتري يعني دائما نشوفها دكتور الحيوان قام خروجه بدم يا بنبدل الاكل عليه اي شلون طريقه تبديل الاكل للحيوان تختلف. طيب يعني لازم تدريجيا ما يصير اجي اقطع علف واعطي علف ثاني مباشره لازم شويه تدريجيا يا الله اقدر احول العبد للحيوان ما يتاذى. طيب اغرب حالات اليوم تشوفها بالعوائل اللي اختيارهم اليوم لتربيه الحيوان شنو الاشياء الخاطئه اللي اليوم يسببوها للحيوان؟ عدم مراعاه شعور الحيوان انه مثلا يجي مثلا يابا دكتور زينته صفر وصار بي كآبه زين هو اوكي يابا شوفته شاف نفسه بالمرايه اي شاف نفسه بالمرايه فهي هاي كلها تسبب يعني يشعر بحزن عنده شعور اي حتى بالقران انما هو امم امثالكم ف يعني يشعر انه هو شلون مثلا واحد شعره مرتب وتعبان عليه ويحبه وينظف خاصة القطط تنظف بيه وهاي ويجي الاونر يقول له لا والله الدنيا حارة زين انت شنو الدنيا حارة الدنيا حارة بالنسبة لك الله خالقه بهذا الفرو شلون اجي انا اشيله صفر والله شنو الدنيا حارة الدنيا حارة بس هو الاغلب الاسباب مو للدنيا حارة تساقط الشعر يسوون هذا الموضوع مع العلم تساقط الشعر يقدر يتفادى المربي يعطي جرعة ديدان ينطي اكل حاول على فيتامينات ومعادن شنو هاي جرعة الديدان جرعة الديدان هي وقائية على مود لا يصير ديدان بداخل الأمعاء أكو ديدان رئوية ديدان قلبية وديدان اللي يكون بالأمعاء هذا إن كلها تصيب الحيوان من تصيبه يعني تسد الأمعاء أو تصير بالقلب تسد
تغلق المجرى مال القلبي كله او تصير بالرئه تغلق مجرى الرئه فتؤدي الى وفاه الحيوان. طيب ايضا هو الغذاء بعد نحتاج نبحر به، لكن انا اريد اعبر الغذاء بنقطه. اليوم اللقاح كثير عوائل هي ممكن تلقح اول مره، هاي اكو عوائل اصلا ما تلقح، تلقح اول مره او تشتري لازم هو متلقح وخلاص، بعد متلقح نظيف ما بي شيء ما بي مرض تاخذه، وراها هي تهمله وتسبب لك كثير من المشاكل الصحيه. اكو مشاكل صحيه بالحيوان ما تظهر بسرعه، يعني تكبر وتتفاقم والمربي ما يعرف بيها. هو ماكو شيء اسمه ما يعرف بيها، هو يقول ها هو يصير زين، ماكو شيء اسمه هو يصير زين. هاي يعني الخمطل احنا بنقوله اللي هو الكسل، الكسل وعدم الاكل، وها كلها علامات انه اكو غلط. تساقط الشعر وها كلها علامات انه اكو فد شيء غلط دا يصير. يعني ابسط شيء تساقط الشعر، اذا ما منطج رع ديدان يزيد. ليش؟ لانه معناها اكو ديدان بداخل الجسم، هاي الديدان تاخذ الفيتامينات والمعادن من الاكل. يقوم الجسم ما الاكل اللي يدخل اكثر، يحتاج الجسم اكثر فيتامينات من الاكل اللي يدخل، فمن يسحبه ابسط شيء عنده او اي الشعر يسحبه من الشعر على مود يعوض النقص بسبب الديدان، فيقوم الشعر يتساقط. زين. طيب وبقيه الامراض، يعني اول شيء احنا نسال الامراض المنتشره دائما الفيروسات اللي هي مميته للقطه. مع العلم احنا نقول دائما يابا الحيوان من تشوفه مثلا خنطه القطع اكل معناها اكو مشكله، جيبه مو تجيب لي ولا مثلا ورا 4 أيام 5 أيام يكون الفيروس مستفحل بالجسم. بعد ما يعني الطبيب البيطري يكون عاجز، يعني اكو علاجات مرحله عبرت، يعني عبرت مرحله انه واحد يقدر يعالجها. ايه من يجي الاونر يابا انت شنو شغلك شنو يابا انت غير تجيب لي من البدايه. ايه غير تجيب لي من البدايه. طيب اهمال اللقاح، اهمال اللقاح يسبب لنا هالامراض اللي قلت لك عليها. طيب بعيدا عن الكلاب والقطط، اليوم نتحدث على كائنات اخرى اللي هي ممكن العقارب والافاعي وهذه الامور، يوم ايضا هي بها امراض تنتقل للانسان. تحدثنا عن باقي الكائنات. يعني هي باقي الكائنات مثلا الافاعي والهاي، هي وجودها بالبيت خطر بحد ذاته، بس تدري هوات اكو يعني هوات تربيه الافاعي. دكتور حتى بالحلم وجودها غلط، حتى بالحلم تفسرها غلط. بس هي يعني ككائنات حلوه، يعني اكو مربين يربون، اكو ياخذوها. اي اكو يعني هسه منتشره تربيه الزواحف اللي هي الافاعي والسحالي والتنانين الانكوندا، مثلا الانكوندا النزردات. اتذكر الضب هسه هم منتشر. اتذكر بصغري انا كنت اربي سلحفات. اي ما اتذكر شنو الميزه اللي كانت بيها، بس انه هي اذا ترقع وتوقع وهاي ما عليها شيء. لا ماكو، ما هم تنكسر الصدفه مالتها. هم تنكسر؟ اي هم تنكسر الصدفه مالتها، هم تعال هم عمليات هم ترقيع الصدفه وخياطتها وشلون نعالجها كلها. ماكو حيوان ما عليه شيء، هو كلها يعني كل حيوان له امراض الخاصه ولا. بس قلت لك يعني اكثر امراض تنقل من من الـ من الـ من الحيوانات هي الفطريات، يعني اكثر شيء تحديدا. يمكن الجانب الاكبر بالكلاب والقطط اكثر من باقي الكائنات، ولا باقي الكائنات لا تقل من ناحيه التربيه لو من ناحيه الامراض؟ من ناحيه الامراض. اي طبعا كل كائنات لها يعني امراض خاصه تنقل بها، بين سواء بين الكائن يعني بين الحيوان ونفس فصيلته او سواء بين الحيوان والانسان. يعني كل حيوان له يعني، بس قلت لك اكثر شيء منتشر هسه هو الفطريات بالنسبه لبقيه الحيوانات، الكلاب والقطط الريبيز والفطريات. احنا نحصل نفسنا الانسان اكو ولا هو هسه ماكو قليله جرع الريبيز المتوفره بالمستشفيات، يعني خاصه اذا تروح تقول له مثلا جرحني عضني راسا كورس ينطيك ريبيز. وللحيوان هم اكو ريبيز، يعني انت تحكي للانسان اكو لقاحات ريبيز من شركات معروفه حصينه. الحيوان ليش ياخذها؟ حتى لا ينقلها للانسان. اها واكو تحاليلها، قلت لك شلون تحاليل مال توكسو، اكو تحاليل للريبيز. طيب نصائحك كلش قد ممكن اليوم المربي ياخذ الحيوان لطبيب البيطري، كلش قد كل مراجعته؟ كل شهر، يعني هي ويا جرعه الديدان. ويا جرعه الديدان، جرعه الديدان كل شهر ننطيها مره، فكل شهر انت لازم تودي الحيوان مالتك للطبيب البيطري، شوف فطرياته، شوف جسمه، شوف وضعيته، شوف وزنه، هل هو يعني زاد قلان، من يقل معناها اكو مشكله سواء بالتغذيه او بالامراض. طيب
طيب اذا نتكلم ايضا على الكلاب السائبه موضوع هذا موضوع حلقه كامله نعم لكن لازم ندخل في هذا المحور ايضا لان اليوم اكو تعامل سيء من قبل الانسان للكلاب السائبه او اكو خطوره اكو تخوف ايضا يوم اكو خوف حقيقي بالمجتمع الكلاب السائبه بالشارع بس مو انت الكلاب السائبه اكو هواي حلول غير القتل يعني اذا مثلا نشوف الدول المتقدمه احنا ما حد يشجع على القتل يعني هذه كارثه بحق بس الانسانيه هو لا بس هو دي 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 يعني دي تصير عمليات قتل حدثني فيما اجهل بهذا الموضوع اي يعني هو الكلاب السائبه هواي حلول اكو بس يراد لها امكانيات دوله يعني مو افراد يعني احنا ايش قد نحاول احنا كاطباء بيطريين بس ما نقدر لانه الكلاب كلش هواي طيب شنو يعني الحل اسوي ملاجئ خاصه فرق جواله من الاطباء البيطريين يتخدر الحيوان يصير له عمليه تعقيم اللي هي ستيرلايزيشن وينطلق ويتلقح من الريبيز ويتلقح لقاحاته العاديه وينطلق بالشارع هاي العمليه راح مرور الوقت على المدى البعيد راح تقلل الاعداد بس انا مو اجي اقتلها ما يعني هم شويه شو اسمه طيب دكتور احنا اليوم نشوف اكو تحليل الكلاب كلاب سائبة بالشارع هي تكون كلش مسالمة ولا مو شرسة أيضا هذه يعني إحنا أغلب اللي يشوف هذه الكلاب يقولون إنه متعاطي شيء أكو فد شيء هو ماخذ اللي خاله يعني أكو فد تخوف هو وصغير بعده وأخذ هذا الخوف ليش يعني يكونون كلش يعني إنه ضد الكلاب قصدك لا الكلاب الكلاب نفسها تكون هادئة ومسالمة جدا وبعيدة عن الشراسة يمكن هي إذا لا تشوف الإنسان هي تخاف وتفتعل أي ليش لأن هو أحكي لي عن هذه الحالة شوف هي الحيوانات بشكل عام من تشوف إنسان ما مأذيها ما يخاف منها هي تخاف منها أنا مالت بصورة عامة دكتور حدثني بصورة خاصة اليوم أكو كلاب سائبة بالشارع نشوفهم ما متعرضت تعنيف هاي ابسط هاي الكلاب بدك تشوفيها انت ما متعرضت تعنيف هي تخاف من الانسان ما متعرضت تعنيف وتشوف انسان مثلا يجي عليها ينطيها اكل شو هاي فتعايشت ويا الانسان هو بطبيعه الحيوان خاصه الكلاب خلقت بداخله هاي المسالمه انه المسالمه انه هذا الانسان مو 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 ضده بينما اذا يروح مكان يشوف الاطفال او شو اسمه يضربون به هو بداخله راح يصير عنده انه هذا الشخص او هذا الكائن وما عرفنا كاشخاص عرفنا ككائن هذا الكائن مؤذي بالنسبه لي فمن يشوف غير واحد هو يصير عنده رده فعل يقوم يهجم على الحيوان على الانسان يعني ماكو حيوان يهجم الحاله طيب قبل قليل حدثني بانه لازم تكون اكو ملاجئ للكلاب السائبه وايضا حتى شنو حتى مثلا اللي قلتي عليها انه هو هذا مسالم هذا المسالم يروح للملجأ يتلقح يجون ناس يشوفون انه يريدون يتبنون ما عندهم امكانيه يشترون يريدون يتبنون يروحون لهذا الملجأ يشوفوه حلو يعجبهم ياخذوه للتبني ينعرض حال بقيه الدول المتقدمه اللي مثل امريكا طيب هي يعني اكو معلومات يعني بعيده عن الصحه هي بها اعمار معينه ويموتون يموت الكلب الكلاب من 15 لل 20 سنه وال هاي بالظروف القياسيه دي نحكي عن ظروفنا ما تتحمل يعني هيك طيب بظروفنا ايضا او المينيمم 12 سنه 13 سنه القطط لا من 12 سنه ل 15 يعني هاي المينيمم طيب ايضا بس انا اذا اجي مثلا حتى نقول شنو الفائده من الـ من الـ هاي الفرق اللي قلت لك عليها اذا اجي انا من عمر سنه سنتين انا اعقمها بعد ما عدها يعني ما عدها نسل تسوي على مرور 12 سنة شكم بطن هي انت بالسنة مرتين تتزاوج كل 6 اشهر تطلب الكلبة او الكلب فانت على 12 سنة شكم شقد اعداد البطن الوحدة من 8 الى 10 فشقد انا راح اقلل يعني كميتها هذا تقليل كمية بالضبط راح يكون طيب اليوم ايضا تحدثت لي عن هذا الموضوع انه اليوم لازم يكون عندنا ملاجئ دوركم كاطباء بيطريين كيف ممكن تطالبون بحقوق الحيوان كيف ممكن والله عن طريق التوعيه والدورات التوعيه والدورات اللي نسويها اغلب الاطباء يسووها يعني كل واحد مثلا بعيادته المراجعين اليمه دا يحاول يوعيهم
بس قلت لك هذا مو شغلة انه واحد واثنين وثلاثة، هذا لازم يعني فرق تكون بهذا الموضوع. طيب لانه عم يغطي مثلا مساحة بغداد او العراق كله. يختلف الغذاء للكلاب الشرسة عن الأليفة؟ لا يختلف العلاج، الغذاء والعلاج يؤدي الى ان تكون شرسة؟ لا ما نفس الغذاء، هو التدريب فقط. التدريب انه اي كشراسة او لا. الكلاب بطبيعتها مسالمة، هي تحب البشر. بس اكو كلاب اللي احنا نستخدمها مثلا بالمطارات بالهاي، هي مدربة انه تكشف المتفجرات، مدربة تكشف المخدرات، مدربة تفتيش، مدربة بحث عن اشخاص، تفهمين؟ كل من كلانه تدريبه. طيب فيما يخص ايضا الغذاء اليوم، اذا انا اليوم اختارت انه اربي كائن في بيتي زي، تحديدا الكلاب او القطط، واكلهم اي اكل انا يعني حال الاكل اللي يبقى من البيت. مو قلت لك لازم بدون هاشن بدون بهارات، بدون بهارات، بدون بهارات، بدون املاح، بدون سكريات، لان هاي الـ البهارات او تعمل على تخريش الجهاز الهضمي، تسوي لنا مشاكل. طيب ما عند الكلب والقطه ما عندها حليب ماده ورقيه، فما يعني هي ما تعرف انه هذا اكل حلو او مالح او فلازم انه يكون الاختيار سليم بهذا الموضوع. بدون اي مضافات، بدون اي اشياء هاي اللي دهون، ما دهون، كلها ممنوع. دهون. اي كلها سلك يعني. طيب دكتور سعود، احنا اليوم سعيدين بحضورك، وايضا سعيدين اليوم باهتمامك بهذا الجانب ايضا من خلال الحملات والنشاطات اللي والافكار اللي تقدمها حتى تحمي الحيوان. شكرا لانسانيتك، وشكرا اكيد لوجودك. شكرا لكم. إذن مشاهدينا، بعد ما تحدثنا بهذا المحور راح ننتقل الى استطلاع، وبعدها راجعين. مساء الخير. مساء. شلونك؟ بخير الحمد لله. تسمع اغاني؟ اي اسمع. عربي ولا عراقي؟ لا اختار، لو عربي ولا عراقي. انت ايش تسمع؟ اجنبي. مو عراقي. ولا عربي. دبد دبد دبد. تسمع اجنبي؟ تركي. اي والله. يعني تريدنا اغني لك مثلا؟ لا ابد ابد ابد، لا تحاول، ما اغني لك انسى وتنقلب الدنيا. لا شكلك تركي. لا بس صوت نشاز فد مره شويه زين. احكي لنا يا مطرب، تحب تركي؟ والله ما تطلس. لا عمي ارامام ما فيها مجال. لا جان باي وولكر اسمه. واحده من هذيك ما اقدر البس بيرجن يعني، بالتاكيد يوما ما. بالتأكيد ما راح تغني. مستحيل. بالتأكيد صوتك مو حلو. عراقي. منو مطربك المفضل؟ المفضل حسام الرسام. أكثر أغنية تحبها؟ أكثر أغنية أحبها والله إن كلها أغاني حلوة يعني، بس أكثر شيء أسمعه مال أعراس عاد يصير جو. غنينا. شو غني لك؟ ولا حدا من حافظ يلا. والله ما يعني تجي على بالي. نسمع احلى هالهول. اي نسمع احلى هالهوله. للغالي الحلو طوله، الف مبروك قولوا له، الف مبروك يا الغالي. كنت تريد تتزوج؟ اي والله. والله على المزاج. تسمع يعني من بايج اسمع. اكثر شيء احب اسمع نورزيان. نورزيان. ايش؟ ايه. عراقي اكيد. حافظ نورزيان؟ والله تقريبا حافظ هوايلي يعني. واحدة مع الناشرة لا صوتي بشع كلش. احكي ما تسمع يا مارك. اعطيك روحي في حديد كلش احبها. اعطيك روحي في حديد؟ ايه. للمضروب للمضروب بوري. بس لو تغني انت شو سوي احنا؟ اعطيك روحنا في حديد. اول لا. ما بيها مجال؟ لا صوتي بشع كلش. والله طاف صوتي ابد ما ترهم. صرت كل الناس علشانك. الله جورج يسوف. لا والله أصلح. بس امي الام بعد اي من عمره 5 سنين. الله يرحمه. يرحم موتاك يا حبيبي. زين انت شكلك ما قلت شيء. والله انا ضابط الجيش. المفروض يعني تحب الاغاني الحماسيه. لا ما احبن. لا شت اشعار. اي زين هسه سميني عاشق مجنون، سميني واحد مغرم.
إذن مشاهدينا، هذه عودة أكيد بعد ما سمعنا الآراء وسمعنا الأغاني، والقفلة كانت كلش مهمة وحلوة. تحياتنا أكيد للزميل علي الحسيني لإعداد هذا الاستطلاع. وأيضا اليوم أكفت فكرة بالغناء العراقي يعتمدون صارة ويعتمدون المفردة، يعني يمكن ذكر أغنية نور الزين أطق روح بحديد، صارت الأغاني ما يختاروها بكاملة يعني كاملة تكون مميزة، لا يختارون مفردة هي تكون بها وجهة نظر أو بها التفات، وممكن إنه هي تنتشر أكثر. يعني كثير من الأغاني المشهورة بمفردة يعني تكون الضربة مالتها مفردة، فمثل ما أيضا نوه على هذه الأغنية. وكثير من الأغاني اليوم اللي نسمعها العراقية، يمكن أحد اليوم الآراء اللي سمعناها قال أنني ما أسمع عراقي، أسمع تركي وأسمع أجنبي. يمكن إحنا نشوف جيل الألفين تحديدا جيل الألفين مو كلش يحبون الأغاني العراقية، مع أنه هم ما سامعين الأغاني العراقية القديمة، يمكن بسبب الأغاني الحديثة اللي يسمعوها اللي صارت يمكن تتشابه الألحان وتتشابه الكلمات ويتشابه حتى أيضا الإنتاج والتصوير، يعني بصورة نسبية مو بصورة عامة حتى لا نظلم. صاروا ما يحبون الأغاني العراقية، وين يلجؤون؟ يلجؤون للأغاني الأجنبية التركية، يعني الأغاني اللي تكون هي مو عراقية، بسبب أنه الدائقة سابقا كانت للأغاني العراقية كانت بها اهتمام أكثر وبها سلطنة أكثر. ممكن أنه أنا من الناس أنه أسمع الأغاني السابقة أكثر من الأغاني الحالية، جل احترامنا لكل النجوم، لكن الأغاني الحالية غالبا ما بيها فقط هو ويتشابه الإيقاع، هذه مشكلة. اليوم أكو هواية من النجوم دي يسيطرون عليها، هواية من النجوم اليوم دي يختلفون بألوانهم، دي يختلفون بطرحهم، لكن الفكر السائد اليوم اللي احنا نشوفه واللي نسمعه انه الأغاني العراقية متشابهة بكل مرحلة، تصير أكو طريقة متشابهة، طريقة الفيديو كليب انه تكون عدة نساء موجودين بأغنية واحدة، او الطابع الحزين او كثير من الامور اليوم اللي احنا نشوفها موجودة تقع على مسؤولية الكاتب، الشاعر، الملحن، المغني بتفاصيلها. الأغنية لازم هي يكون لها كثير من المهتمين بهذا الموضوع. إذن مشاهدينا بعد ما سمعنا الاستطلاع وأيضا تناقشنا به، راح ننتقل إلى فقرة الرياضة وبعدها راجعين. مساء الخير أحبتي المشاهدين، تحياتكم من أوربت جيم، سيدكم أخوكم كابتن نوار النعامي، تحياتي للزميلات والزملاء في استوديو برنامج الساحة الظهيرة. أخذ حبيبي عاد، اليوم راح نشرح على تمرين كلش ممتاز وحلو. هذا التمرين يشتغل على داليات الخلفية وعضلة الترابيز أو المثلث مثل ما يسموه جماعتنا، يخترعون أسامي غريبة يا أخوان. المهم تمرين حلو ممتاز، منسي قليل ناس ياخذوه، راح نشرح عنه. شفته باليوتيوب بعض الناس يعطون شرح غير وافي وشبه خطأ، هم مو متعمدين، كل واحد وطريقته. طبعا التمرين ناخذ بالحبل اعتيادي، خليني اشوفكم الطريقه. بصوره عامه من تبدي هذا التمرين لازم تحدد الستاند الموجود مستوى النظر، يعني هنا أنا شويه عالي، هنا ممتاز. نبدي ناخذ، من تاخذه حاول ترجع مسافه حتى يصير المد الحركي افضل، لان هذا يعتمد على حركه الذراع، فمد حركي كامل. تبدي هنا، شوف وياي، فوق تاخذ 1 2 3 4. شوف الخطأ صار عندي، اول شيء ضاع تشتتي بحركه العكس، شغله ثانيه مد حركي غير كامل من هذا الصوت. شو تسوي؟ موضوع بسيط، ترجع لي ورا مسافه، منظرك شويه مضحك لكن هو صحيح، ثم ترفع اعلى الراس بشويه، يعني مو على الوجه، اعلى الراس، ثم اكسك عالي، تاخذ بهاي الطريقه 1 2 3 4. خلي الحلقه دائما تصير على منطقه الجبهه حتى تضبط التمرين. شوف وياي
واحد اثنين ثلاثة. ضروري من تاخذه تفتح عكوسك لي برا حتى تشغل الرير دلتا وتشغل كذلك عضلة الترابيز بجزء قليل. هذا الشيء جدا مهم جدا ممتاز. هيش تمارين ما تنأخذ وحدة، هيش تمارين تنأخذ سوبر سيت ما تسوى هذا وحدة. أفضل تاخذه ويا السحب بار للمثلث أو الفراش العكسي، أو ليش لا ويا البريس دمبرس أو البريس خلفي كيفك. المهم أخذه سوبر. هيش تمارين خفيفة تكرار لازم عالي، 3 في 15 4 في 12 هو الممتاز. خلي أعيد لكم يوم جديد، ترجع لي ورا مسافة الذراع فوق تبدي واحد اثنين ممتاز ثلاث. طبعا اكيد واحد يسأل يقول كابتن الدفة قاعد تشتغل تمام، لكن شغله حلو. شنو الفرق بينه وبين الفراشة العكسي؟ هذا يعطيك شغل اكسترا اضافي من الفراشة العكسي، هذا الشيء ممتاز جدا. فانت لازم تعرف شون وش وقت وليش. ايش تمارين ممتازة حلوة تنوع تعطيك خيارات افضل وافضل. اخذوه تمرين كلش ممتاز وجدا حلو طبعا اكيد للنساء والرجال. تحياتي لكم، ان شاء الله اكون ما طولنا عليكم. انتقال زبده الزملاء في استوديو برنامج استراحه الظهيره. هذه عوده اكيد بعد ما سمعنا وايضا تعرفنا على الطرق الصح باختيارنا للتمارين. مهم جدا نقطة، احنا بكل حلقة احنا نقدم معلومة جديدة. اليوم اني من اختار انه اجيب الى البيت اجهزة، لازم اني اعرف كيف اتمرن على هذه الاجهزة. هي الاجهزة مو فقط اني جسمي يعني اخلي يتعرض للتمارين دون دراسة العضلات وايضا تحركات العضلات كيف ممكن تكون، وايضا الاهتمام بانه يكون العضلة بطريقتها بمرونتها براحتها، انه ايضا بالدراسه كيف ممكن اني اقدم لها التمرين الصح. مو اني فقط اجيب الاجهزه حتى ما اشترك بالجيم، حتى ما اطلع من البيت، حتى ما تكون مثلا ممكن اكو ناس تفكر بالاجور الشهريه او الاشتراك الشهري حتى يعني من ناحيه الاقتصاد. فاني اجيب لي جهازين بالبيت، بالتالي ما راح استفاد اذا الطريقه خاطئه، طريقه التمرين، طريقه المراعاه والاهتمام لعضلات الجسم. عضلات الجسم اليوم هي اذا كانت بطريقه صحيه او حقيقيه ومدروسة راح نخسر كثير من الوزن، وأيضا راح نرفع كثير من العضل. فيما يختارون أنه يكون عندهم ارتفاع بالعضلات أو اليوم مو نزول، اليوم لا هم يحتاجون لصعود العضل. فبالتالي هذه النقاط احنا لازم نتعلمها من الكابتن، لازم ارشادات نتعلمها وندرسها ونبحث عنها. يلا نختار انه احنا نجيب اجهزة للبيت ونعتمدها. اذا مشاهدينا بعد ما تعرفنا على هذه المعلومات البسيطة وايضا المهمة راح ننتقل الى فقرة المطبخ، واليوم ويانا المندي. مساء الخير اعزائي مشاهدي قناة سامراء، وياكم الشيف ايميل عبيدي من مطعم لامور. اليوم طبقنا مختلف، كلنا نحب المندي وما اكيد ما نستغني عنه. فاليوم جبت لكم وصفة المندي الجيتو دايت، اللي هو اللي اصحاب الرجيم واصحاب الرياضة والتمارين والجيم. رز، بس الرز مختلف، اللي هو يتكون من القرنابيط، صدر دجاج والبصل. عندنا صدر دجاج نتبله بالتتبيلة اللي هي هاي التتبيلة، حاطة بها اني كركم، بابريكا، فلفل اسود، ملح، ماجي. قرفة اكيد. نتبل صدر الدجاج، نتبل القطعة زين. طبعا الافضل انه هي تتبل وتبقى بالثلاجة قبل يوم، يعني افضل حتى تكتسب النكهة اكثر.
عندنا زيت زيتون بعد ما حمت الطاوة ننزل قطعة الدجاج ننتظرها حتى تنشوي هسه نقلبها نفس طاوة الدجاج لأن الزيت أخذ كل النكهة مال البهارات ونكهة الدجاج. كب الصحن شو شكله هو نفس التمن ما يختلف بس هذا جيت من عشاق التمن
هسه نجيب قطعة الدجاج نقطعها بهذا الشكل. زينها بشي بسيط وهيك يكون طبقنا خلاص. ان شاء الله ينال اعجابكم اللي هو المندي جيتو دايت. إذن مشاهدينا بعد ما شاهدنا الوجبة اليوم وجبة المندي، وللشخصيات اللي تهتم بغذائها إنه هي تعتمد غذائها وأيضا هي تحضر غذائها بنفسها حتى تهتم بالملح بكمية اليوم حتى الزيت وكثير من الأشياء اللي تهتم بها إذا هي حضرت الطبق بنفسها. إذن وصلنا لختام فقرتنا وأيضا وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم. انتظرونا بحلقة جديدة. إلى اللقاء.